سالي، أولى محطاتنا لليوم رح نبدأها بجرعة من النشاط والحيوية ونترافق فيها ضمن عوالم الرياضة مع أحد الأسماء اللامعة بعالم كرة القدم السورية وتاريخ حافل بالعطاء والإنجازات مع كابتن منتخب سوريا ماهر السيد. يسعد صباحك. رح نروح هلا لتقرير ورح نرجع نحن نكفي معك فقراتنا. ماشي، اهلا وسهلا وصباح الخير. رمضان كريم. من النادر ان تجمع قلوب جماهير الكرة على لاعب واحد، وفي حال كان ذلك فهذا اللاعب هو نجم بكل المقاييس، وكذلك حال نجمنا لهذا اليوم. هو صاحب الأخلاق الرفيعة والحضور المميز، وقبل ذلك كله هو من فرض احترامه على الجميع بدءا من محبيه وما أكثرهم. هو سيد الكرة السورية، ابن فريق الوحدة، والذي انطلق مع الفئات العمرية للفريق، لكنه لم يفقد محبة جمهور البرتقالة بانتقاله لفريق الجيش قطب العاصمة الآخر، فحقق مع الزعيم لقبين للدوري منذ العام 99 وحتى العام 2001، كما نال لقب أفضل لاعب في الدوري السوري موسمي 99-2000. شارك مع منتخب نجوم العرب منذ العام 2001 وحتى العام 2005. أولى رحلاته الاحترافية قادته لنادي النصر الكويتي. عودة السيد لناديه الأم الوحدة جاءت من الباب العريض وبعقد هو الأغلى أجرا، ليحقق مع الفريق لقب دوري المحترفين لأول مرة في العام 2004، كما قاده لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي، فيما شكلت عودته الثانية لنادي الجيش في العام 2010 لقبا جديدا للفريق عبر لقب دوري المحترفين. العودة الأخيرة للسيد لناديه الأم الوحدة تكللت بلقب الدوري المحلي. لطالما أهدى ماهر السيد البسمة لجمهور فريقه وأطلق عنان الأفراح بتسديدة جميلة عانقت الشباك أو بتمريرة على طريقة النجوم الكبار. ومرة ثانية الهدف السريع المباشر عن طريق اللاعب ماهر السيد رقم 9، أول مرة هذا هو محسن صباح من صدى لأول تسديدة جوبا لعرض القصير، وهذا هو إنجاز. يعني مثل ما تابعنا كابتن بتقرير زميلنا ماهر، زميلنا سديم حضرتك تاريخ حافل، ونحن كثير مبسوطين انه انت موجود معنا اليوم. نبارك لك كمان لمنتخب الوحده تاهله لكاس النهائي الكاس الاسيوي. طبعا الله يعطيكم العافيه على اللقاء هذا الحلو، وصباح الخير لكل شعبنا، وان شاء الله رمضان كريم على شعبنا وعلى بلدنا بالف خير. امين يا رب. طبعا رجعتونا للذكريات الحلوه، يعني هلا شاهدنا الاهداف، شفنا طبعا سنين كثير طويله كانت حافله الحمد لله، يعني بمحبه الناس وبعطاءات ويعني متابعه وتشجيع من الجماهير. الحمد لله ما وصلنا للشيء اللي حققناه كلاعب على المستوى الفردي او الصعيد الشخصي الا يعني بجهد وبتعب ومحبه الناس لنا ومتابعه على التمرينات ومتابعه وسفر، يعني كل هذا اجى بفضل الله عز وجل، الاجتهاد طبعا ومتابعة الأهل ورضا الوالدين، يعني كله هذا تحقق الحمد لله، قدرنا نترك بصمة الحمد لله على الصعيد الشخصي أمام الجماهير السورية وخاصة جمهور الوحدة اللي له كتير فضل علينا بوصولنا للشيء اللي وصلنا له بتشجيعه ومتابعته ومحبته لنادي ومحبته للاعبين، قدرنا نصل للشيء اللي ذكرتي. يعني ألف مبروك مرة تانية. ماهر، كيف بتقيم أداء فريق الوحدة بعد فوزه؟ طبعا كان في 4 أهداف لهدف واحد، كيف بتقيم هذا الأداء لفريق الوحدة مع المدرب حسام السيد؟ طبعا أول شيء بنبارك لفريق الوحدة ومبارك لسوريا على هذا الشيء، لأنه هو هلا عم يمثل سوريا، ما عم يمثل بس نادي الوحدة. بنبارك لأنه مثل ما بنعرف امبارح قدر أنه يتأهل للمباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا، تعتبر هي سابقا نصف نهائي للبطولة القارة الاتحاد الآسيوي. طبعا
طبعا بعد نتيجة الذهاب 4-1 وفوزه على فريق الوحدات، امبارح تعرض لخسارة 1-0 هي اللي خلته انه يتأهل للمباراة النهائية. كان فريق الوحدات بحاجة ل 3-0، طبعا قدر فريق الوحدة يحافظ طول المباراة 90 دقيقة وحتى بالوقت الإضافي انه ما يتلقى يعني اكثر من هدف 3 أهداف انه هو يتأهل للمباراة النهائية. قدر فريق الوحدة طبعا بجهود اللاعبين، بجهود الكادر الفني والإداري والمدرب والإدارة يحققوا هذا الإنجاز للوصول للمباراة. بتمنى المباراة النهائية لما تنتقد غرب آسيا اللي هي اللي حتكون بشهر 9 ضد الفريق العراقي، هو القوة الجوية العراقي، فريق كبير، فريق حقق البطولة النسخة الماضية، أخذ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بدأ تحضيرات من هلأ. لازم كل جماهيرنا السورية بصراحة، مو بس جمهور الوحدة الرائع، تلتف حول هذا الفريق، لأنه بصراحة بظل الظروف اللي احنا فيها والأزمة اللي بسوريا قدرنا نصل للمباراة النهائية، هذا يعتبر إنجاز كثير كبير. أكيد يعني كل السوريين رح يكونوا ملتفين حول فريق الوحدة، ونحن شهدنا يعني بكل المشاركات السورية خارجا خلال هاي السنة كان في تشجيع كبير، في حماسة، صحيح، في عودة الفرحة بانتصارات، صحيح، السوريين اللي عم بيحققوها بأي مركز، صحيح. يعني كابتن نحن عم نشهد عودة مرة تانية لفريق الوحدة، وخصوصا من 2010 وكنت حضرتك مشارك للبطولة الآسيوية، نحكي عن هاي العودة وأهميتها بهذا الوقت. طبعا فريق الوحدة مثل ما بنعرف والجمهور بيعرف السوري انه تأهل للمباراة النهائية هو فريق الجيش لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي عام 2004. انا كنت مع فريق الوحدة بهداك الوقت، وبصراحة حقق الجيش البطولة، تعتبر هي النسخة الاولى لكأس الاتحاد الآسيوي. طبعا وصول فريقين من سوريا للمباراة النهائية هو ده يعتبر انجاز بهداك الوقت. طبعا ما تكرر هذا الشيء خلال هاي السنوات كلها، قدر هلا انه فريق الوحدة يرد يذكرنا بهذا الشيء، انه نحن ما في شيء صعب بإذن الله تعالى، خاصة على الشعب السوري بشكل عام بكل المجالات. قدرنا أنه مثل ما حكينا أنه يتأهل، هذا يعتبر إنجاز وبيستحقوا التكريم عليه بصراحة من قبل القيادة عنا بسوريا ومن قبل إدارة نادي الوحدة للاعبين ولهذا الفريق على الشيء اللي يتحقق مبارح، لأنه بصراحة هو يعني مصدر فخر لكل سوريا. أكيد كابتن، خلينا نحكي عن عودة فراس الخطيب وعمر السومة، هناك شيء جديد أضاف طبعا للتصفيات الآسيوية المؤهلة المنتخب السوري، وهناك تحضيرات لمونديال 2018 بروسيا. كيف بتشوف أداء الفريق وحظوظه مع هدول النجوم يلي عادوا طبعا للكرة السورية؟ طبعا المنتخب مثل ما بنعرف حقق الشيء الأهم، الشيء الصعب الغير متوقع بصراحة، النتائج اللي حققها من خلال تصفيات كأس العالم المؤهلة طبعا لكأس العالم. عودة فراس الخطيب مثل ما بنعرف نجم كبير، عطى دافع كتير معنوي للاعبين، للجهاز الفني، حتى للجمهور، عمل أداء كتير كبير حتى بالوقت القصير اللي نزل فيه، كان عامل فرق للمنتخب، وخاصة بوجوده بشخصيته بقلب الملعب بيعطي دور مو بس اللاعب والنجومية، بيعطي دور كمان القيادي، قدر أنه يحقق الشيء المطلوب منه، خاصة ساهم بفوزنا بشكل كتير كبير على منتخب أوزبكستان. طبعا عودة عمر السومة ما تأكدت لحد هالدقيقة يعني، طبعا الأقاويل كلها مثل ما بنسمع يعني ونشوف على التواصل الاجتماعي انه عمر السومة رح يكون متواجد، لكن هلا بالفترة الأخيرة تعرض للإصابة، ولا عمل جراحي بركبته، يمكن هذا الشيء رح يأخره، هذا الشيء رح يأخره، ما رح يكون حاضر، وخاصة بالمباريات الودية اللي حتكون هلا ضد منتخب عمان ومنتخب اليابان، تحضيرا للقاء الأهم ومنتخب الصين. طبعا مثل ما بنعرف مباراة كثير رح تكون صعبة، منتخب الصين عم يشتغلوا صلوا سنين عم يحضروا، الناس بصراحة ما لا قاعدة يعني، كله عم يشتغل بالرياضة وخاصة كرة القدم اللي هي شاغلة يعني كل الناس بصراحة على مستوى العالم. كرة القدم ما صفت بس رياضة، هي موضوع تجاري، موضوع إعلانات، موضوع يعني مثل ما شفنا شغف ومحبة كبيرة من جماهير العالم كلها لهي اللعبة. أكيد يعني كمان كابتن عم نشوف بالدوري السوري عم يرجع مرة تانية المنتخبات تلعب على أرضها، أهمية هذا الشيء وإيجابياته بهذا الوقت؟ طبعا الشيء المفرح أنه مثل ما شفنا وهلأ ذكرتي قبل شوي أنه جماهير السورية بشكل عام، مو بس جمهور الوحدة، جمهور الوحدة كان سبب بصراحة من خلال الأزمة اللي صارت بسوريا، وإن شاء الله الله هيك بتنتهي على خير، والله بيفرجها هيك على بلدنا إن شاء الله. آمين يا رب. إن شاء الله. سوريا اللي كلنا بنعتز فيها ونحبها. جمهور الوحدة ساهم بشكل كتير كبير بحضوره الجماهيري خلال الأزمة، طبعا عطى دافع كبير وشجع كل الأندية اللي بالمحافظات انه هي
ترجع تشجع انديتها، وخاصه هلا عم نشوف هذا الدوري بالذات بصراحه يعني المفاجآت من جمهور كل المحافظات وخاصه انديه اللاذقيه، يعني عم نشوف جمهور تشرين وجمهور حطين شيء رائع، حتى بحما جمهور الطليعه وجمهور النواعير عشان ما انسى حدا، ذكرونا يعني بالايام يعني جمهور الكرامه بلش يعني يرجع بنتائجه هلا الاخيره، عم نتابع جمهور الجيش يعني يضل هو يعني جمهور يعتبر هو قليل لكن بمحبته لناديه، لانه يعتبر الجيش هو يعني لقبه هو انه زعيم الانديه السوريه كونه محقق البطولات الاكثر كعدد يعني بطولات الدوري. ايجابياته مثل ما شفنا يعني رجعت الحياه، يعني هلا اذا تابعته بالفتره الاخيره هو نهائي كره السله اللي قدر يحصل عليه فريق الجيش لبطوله الدوري، قدر يحقق البطوله، شفنا الجمهور الرائع الجمهور الكبير للوحده كان بحضوره بتشجيعه بموضوع انه رجعت الناس يعني تفائلت اكثر بالحياه، وتعطي الرياضه دوافع كثير كبيره خاصه يعني حتى خارج الرياضه تعطي انطباع وترجع الروح ان شاء الله لبلدنا باذن الله. اكيد كابتن، طبعا نحن بنفتخر بهيدي الروح اللي عم تحكي فيها يعني من جميع المحافظات، عم في حماس يعني ورغم كل الظروف الروح الرياضية موجودة في كل نفس سوري إذا كان شاب أو بنت. خلينا نحكي أنت كمدرب كنت على الفئات العمرية بفريق الوحدة، قديش مهم الفئات العمرية لرفد الكرة السورية، يعني هناك مواهب جديدة شابة، قديش مهم أنه برأيك أنه تدرب طبعا مع وجود هي الروح يلي بيمتلكها كل شاب بحب الطابة وكرة القدم؟ صحيح طبعا كثير إلى أهمية، وخاصة عنا القواعد هي بشكل عام على السنين اللي مضيت عنا جيل رائع جيل مميز، عنا على طول في مواهب نختلف عن خاصة نحكي عن منطقتنا بلاد الشام اللي حوالينا إن كان البلاد اللي حوالين سوريا، لحنا يعتبر سوريا هي من أفضل يعني من تخرج المواهب على مستوى الفئات العمرية، طبعا بس في قلة اهتمام للأمان. يعني أنا اشتغلت فترة كثير قصيرة بنادي الوحدة كمشرف على الفئات العمرية، حاولنا أنه نعمل شغل جديد على مستوى الفئات العمرية هو الاهتمام. للأسف احنا بسوريا عنا يعني السلبية هو على طول الاهتمام بالفريق الأول اللي هو فريق الرجال، كل الاهتمام بينصب والدعم لهذا الفريق الأول، في ظهور أكثر الفئات العمرية بخف ظهور للي عم يشتغلوا إن كان المدربين أو المشرفين. بتمنى على الإدارات أو على القيادة أو على الاتحاد الرياضي العام أو على اتحاد الكرة يرجعوا يفعلوا الدوري بشكل عام بسوريا، ما يقتصر بس على موضوع الفريق الأول اللي هو الرجال. مثل ما هلأ بنعرف أنه الشيء المميز بسوريا هاي السنة أنه رجع الدوري السوري هو أنه للمحافظات، كان نظامه خلال الأزمة هو تجمع يصير المباريات النهائية بس بدمشق أو باللادية، هلأ توزع رجع للمحافظات. شيء رائع هاي السنة أنه نشوف لحنا الدوري السوري عم يرجع للمحافظات، وكل فريق كل جمهور يتابع فريقه من خلال المحافظة تبعه، بس لحنا بدنا هذا الشيء كمان يتفعل على الفئات العمرية أنه يرجع الدوري إن كان للناشئين أو الشباب أو الأشبال. أكيد يعني كابتن أكيد نحن بنضم صوتنا لصوتك، ودائما بنقول إن شاء الله كل مواهبنا السوريين بكل المجالات بيلاقوا رعاية المناسبة. ونحن اليوم عم نحكي رياضة ونحن برمضان، بس ما فينا نقول إنه نجوم الرياضة هنن أيضا واجهة وقادة رأي بالمجتمع. أدي بتشوف دوركم بهذا الوقت مهم، وأدي يمكن في عليكم كمان مسؤولية لأنه في حب كبير للناس لنجوم الرياضة. طبعا في مسؤولية وفي يعني متابعة من خلال الناس، يعني كل شيء محسوب، يعني حتى الكلام محسوب، خاصة مثل ما بنعرف هلا يعني التواصل الاجتماعي بعد في شيء سريع، يعني ما في أي كلمة كله له حساباته. طبعا بتمنى على جميع اللاعبين والنجوم والناس خاصة اللي بتحبون أنه تساعد المواهب مثل ما حكينا، وتساعد الجيل الصاعد يعني أنه يختاروا الطريق الصحيح، يعني ويعلمون كيف لازم اللاعب يبدأ بالشكل الصحيح حتى يصل للشيء اللي بده. مثل ما شفنا هلا في كتير نجوم سوريين اللي احنا عم نفتخر فيهم خارج سوريا، يعني لاعبين أثروا، يعني مثل عمر الصومة، عمر خريبين، فراس الخطيب، جهاد الحسين، في لاعبين كتير مشان ما انسى حدا، محمود أمنة، نجوم الأهل هدول، محمود المواس عم بيعملوا يعني اجتهادات شخصية، كله هذا عم ينحكى عنه انه اللاعب السوري، لاعب السوري خاصة اللي عملوه الشباب بالدوري السعودي، يعني شيء كتير كبير ان كان عمر الصومة او عمر خريبين،
شيء رائع، يعني فاجأوا كل العالم العربي بأداء رائع. هذا بيعطينا شيء لقدام انه نحن لازم نهتم بالمواهب، لانه رح يكون الرافد الحقيقي والاساسي لمنتخب سوريا ان شاء الله. يعني من خلال حديثي انا اللي قلت لكم اياه انه لازم يرجع الدوري للصغار ان كان للاشبال والناشئين والشباب، هذا بيعطي شيء ايجابي للمنتخب طبعا، كله لمصلحه الوطن باذن الله. اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا كابتن ماهر، بدنا نتمنى لك التوفيق طبعا والنجاح لفريق الوحده، لانه نجاح اي فرق سوريه هي نجاح وفخر لنا. رغم ظروف الحرب ما زلنا مستمرين بالفن بالثقافه وبالرياضه. بنتشكر وجودك معنا، ورمضان كريم عليك وعلى جميع السوريين. اهلا وسهلا فيكم، ورمضان كريم علينا وعلى شعبنا ان شاء الله باذن الله. اكيد شكرا لك كابتن. اهلا وسهلا فيكم.